السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ما زلنا في مجالس الإنسانية قبل التدين، وتسلسل بنا الحديث من مفهوم الإنسانية إلى مفهوم التدين، إلى الفرق بين التدين والدين، إلى ارتباط الدين بالأخلاق والقيم، إلى صلة ذلك بالقدوة، إلى نماذج من أحواله صلى الله عليه وسلم في الاستيعاب، وتوصلنا إلى تعامله مع الإساءة التي تحصل من الناس تجاهه، وضربنا أمثلة أيضا في حلقتين مخصصتين لما يحصل من الشباب أحيانا من الاندفاع في التعامل، يسمونه النزق أو الطيش، لك الاندفاع في التعامل وفقا لرغباتهم التي فيها مخالفة للشريعة، أو وفقا لتوهمهم القيام على عمل الشريعة. في هذا المجلس سنتحدث عن ارتباط هذا بمفهوم العفو عنده صلى الله عليه وسلم. كان يذكرون أنه صلوات ربي وسلامه عليه من حسن استيعابه كان يسير وهو لابس إزارا، الإزار يعني الذي يلبس في التحت يسمى الإزار، ويرتدي رداء فقط على جسمه، الرداء هذا هو الرداء، البردة تسمى هو الرداء. وكان في ذلك اليوم يرتدي بردا نجرانيا، نوع من البرد التي تنسج في نجران، ليس كهذا يعني غليظ نوعا ما، وحاشيته غليظة، الحاشية التي هي الطرف الذي مثل هذا يسمى حاشية، الحاشية كانت غليظة لهذا الرداء الذي لبسه صلى الله عليه وآله وسلم. بينما هو يسير جذبه بشدة أحد الأعراب، بدوي جاء من الصحراء ودخل شباب وقوة فيه، فجذب النبي صلى الله عليه وسلم من الرداء هكذا، قال حتى رأيت أثر حاشية الرداء على صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، يعني حتى حمر عنقه من شدة جذب الشدة اللي شذبها النبي صلى الله عليه وسلم. كان عنقه صلى الله عليه وآله وسلم كإبريق فضة في صفائه صلوات ربي وسلامه عليه. قال فيعني تضايق الصحابة، كيف هذا يسحب النبي بهذه الطريقة، يجر النبي جرا حتى يؤثر الرداء في عنقه من تلابيبه كما يقال، والتفت قال يا محمد أعطني مما أعطاك الله، في رواية أنه قال له أعطني مما أعطاك الله لا من مال أبيك وأمك، يعني شحات ومشارط كمان، أعطني مما أعطاك الله لا من مال أبيك وأمك غلظة. فأمر له النبي بالمتيسر أعطاه، فقال هل رضيت، هل أحسننا إليك، قال لا أحسنت ولا أجملت. خلاص الصحابة يعني فاض بهم، فبعض الصحابة تحركت حرقتهم غيرتهم على سيد النبي فقاموا نحوه، فقال النبي دعوه ائتني يا أخ العربي الحق بي، فأدخله النبي إلى حجرته ونظر ماذا بقي عنده في البيت صلى الله عليه وسلم من طعام أو لباس، فأعطاه وأجزل له ولاطفه وأخذ بخاطره حتى هدأت نفسه الغاضبة الناقمة الكارهة، فقال هل أحسننا إليك يا أخ العرب، يعني ارتحت يا أخ العرب، قال نعم جزاك الله تعالى من أخ وعشيرة، يعني الله يجزيك خير، يعني أحسنت إلي ومنعتهم من أنهم ينفذون غضبهم فيه. فقال فإن أصحابي لما سمعوا مقالتك الآن فقد وجدوا عليك، هل لا أخبرتهم بأنك قد رضيت، قال أتيك غدا وأخبرهم حبا وكرامة. فجاء في اليوم الثاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس وقال أمام الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إن صاحبكم يزعم أنه قد رضي، فقال نعم جزاك الله عني خيرا عن أهل من أهل وعشيرة ورضيت أحسنت أجزلت يا رسول الله. فقال النبي للصحابة لأن مثلي ومثل هذا الرجل ومثلكم كمثل رجل افتلت عليه بعيره، فأخذ الناس يحتاشونه يأتون منها هنا وهنا فما زادوه إلا نفورا، فأخذ يتألفه بشيء من خشاش الأرض، فلما أقبل أخذ بخطامه. يعني نفرة النفس الإنسانية هذه لحظة النفور ازدياد التهييج لا يزيدها إلا سوءا، لكن الذي جعل الحبيب صلى الله عليه وسلم يبرز هذا المعنى من أو يجني هذه الثمرة ويعلمنا إياها القدرة على العفو، القدرة على العفو دين، وتنفيذ ذلك تدين، هذا التدين يقوم على إنسانية على آدمية. يقول الله سبحانه وتعالى في وصف المحبوبين عنده عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طيب كيف أصل إلى درجة العفو والإحسان؟ قال أولا أنا أخذ بزمام نفسي فأكظم غيظها، بمعنى ألا أجعل الغضب نفسي يتحكم فيا، ألا أكون عبدا لأهواء نفسي، غضبت فأشخط وأنطر وأسب
وأعارك وأصادم وأهاجم، اشتهت لا أبالي، أقتحم المحرمات، رغبت لم ترغب، بمعنى أني عبد لنفسي. لا، أول خصلة والكاظمين الغيظ، أروض نفسي مثل الرياضة لكن للنفس، أروض نفسي على أنها إذا غضبت أن أكتظم غيظها. والكاظمين الغيظ ثم والعافين عن الناس، العفو هو التجاوز عن الخطأ، المسامحة، والله يحب المحسنين. ممكن يكون شيء أعظم من ذلك؟ ما هو الأعظم؟ الإحسان حتى إلى من أساء. ولهذا يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح: صل من قطعك وأعطي من منعك واعفو عن من ظلمك. هذه قوة. يقول السيد المسيح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعينيكم، أحسنوا إلى الذين يسيئون إليكم. هذه التعاليم السماوية قائمة على هذا المعنى من الآدمية، من الإنسانية. يقول سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح. طيب أنا لو عفوت ورضيت بالصلح وأحسنت ممكن يستضعفوني، طب أنا ممكن أخسر في مقابل هذا في مال أو في أرض أو في غيره. قال: فأجره على الله. فمن عفا وأصلح، طيب أنت تخاف أنه ممكن تخسر؟ لا، أجرك على الله. في الحديث ينادي المنادي على رؤوس الأشهاد: ليقم من كان أجره على الله، فيقوم من عفا وأصلح الذي يسامح هذا. ويقول سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الجاهل هنا ليس غير ليس ضد المتعلم، كلمة جاهل لا يقابلها عالم، جاهل هنا يقابلها حليم. أما الجهل الذي هو يقابل العلم، لم يؤمر النبي بالإعراض عن الجاهلين، أمر بتعليم الجاهلين. لكن الجهل الذي أمرنا النبي بالإعراض وأمر النبي بالإعراض عن أصحابه هو السفه، هو التعدي، يعني هو التجاوز في أسلوب التخاطب، الكلام السيء في الخطاب أو الاستفزاز الذي يحصل أو التصرف الأحمق الناتج عن الغضب، أي ضد الحلم. وأعرض عن الجاهلين. وقال الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا. طيب يا رب بس يعني أذاني، أتعبني، غلط في حقي، أهاني. وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى نحب. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. قال: تريدون أن يغفر الله لكم؟ أنتم سامحوا وغفروا. وهذه الآية تصوروا نزلت في ماذا؟ نزلت في حق رجل من الذين خاضوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاضوا في السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة الطاهرة، من الذين وقعوا في كلام الإفك عنها. وهذا الرجل من أقارب سيدنا أبي بكر الصديق، يعني من أقارب السيدة عائشة. كان سيدنا أبو بكر الصديق يساعده ماليا، ينفق عليه لأنه كان فقيرا. فلما يعني خاض في السيدة عائشة ونزلت آية البراءة لها، أقسم سيدنا أبو بكر أني لن أنفق على هذا. ما قام يسبه، شوف، ولا يلعنه، ولا قال بس خلاص المال لن أنفق عليه، هذا جرحني. فأنزل الله آية يعاتب فيها سيدنا أبي بكر الصديق. تصوروا: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن ينفقوا، إلى آخر الآية. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال سيدنا أبو بكر الصديق: بلى يا رسول الله، أحب أن يغفر لي، أكفر عن يميني الذي أقسمته ألا أنفق عليه وأعود إلى الإنفاق عليه. وقال سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما دخل هذه الآية؟ ومن يوق شح نفسه، شح البخل. الناس تظن الشح فقط بالمال، هناك معنى آخر من الشح يضر بالآدمية بالإنسانية، وبالتالي يضر بالتدين، وهو شح النفس عن العفو، ألا أعفو، ألا أسامح، ألا أجود بالعفو والمسامحة، ألا أجود بتجاوز عن الخطأ، هذا شح. ومن يوق شح نفسه، نفسي شحيحة رفضت أن تبذل السماح، شحت. من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولهذا مفهوم العفو والمسامحة لب في الإنسانية، أساس في الإنسان الذي لا يقدر يسامح، صعب أن يكون إنسانا متزنا. نعم فيها مجاهدة، فيها تعب، فيها ألم. نعم، يقول: أنت ما تشعر بالذي أنا شعرت به، أنت ما تألمت مثل ألمي عندما تطالبني بالمسامحة. طيب، وألمك أعظم كان من ألمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في فتح مكة؟ لما فتح مكة وقف أمامه من؟ وقف أمامه صناديد كفار قريش وأحلافهم الذين آذوه وضربوه وأدموه وقتلوا ناس من أهل بيته، منهم سيدنا حمزة بن عبد المطلب، وشقوا بطنه وجدعوا أنفه وفقأوا عينيه وقطعوا أذنيه ولاكوا كبده.
هؤلاء الذين فعلوا كل هذه الجريمة الجرائم الشنيعة البشعة القذرة، حاصروا أهل البيت والصحابة، وتسببوا في موت السيدة خديجة ألماً رضي الله تعالى عنها، وموت أبي طالب كمداً، الذين فعلوا كل هذه الجرائم وقادوا الجيوش للقتال، لما وقفوا أمامه خاضعين تحت يده وقد أخذ بزمام مكة، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم، يغفر الله لكم. فانطلقوا وهم يقولون: لا يقدر على هذا العفو إلا نبي، ودخلوا إلى الإسلام. تأملوا، وهذا يبرز معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، في الحديث الذي في صحيح مسلم. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، حتى لا تأتي النفس الأمارة بالسوء تتحجج لتتفلت من مفهوم العفو، تقول لك إيش؟ هنا أنت لو سامحت بيستضعفونك، لا، نفسك تقول سيستضعفونك، والناس في ذا الزمن لا يقدرون، والنبي يقول: ما ازداد عبد بعفو إلا عزة. اطلب إحياء آدمي. بالمناسبة، أنت عندما تسابح قبل أن تفيد الذي سامحته وعفوت عنه أن تفيد نفسك، تعرف لماذا؟ لأنك ترقي آدميتك، تحرر نفسك من الكراهية والبغضاء والغل وحب الانتقام، تقوي ذاتك على هذه النفس وأهوائها، وبالتالي تكون أقوى في التعامل مع الآخرين. ما ازداد عبد بعفو إلا عزة. تعامل مع كفار قريش بهذه الطريقة. أكثر من هذا، البيت الذي خرجت منه هند، بيت هند بنت عتبة، يعني آكلة الأكباد التي لاكت كبد سيدنا حمزة، خصها النبي هي وزوجها أبو سفيان بخصوصية مختلفة، قال للجميع: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وأمر المنادي ينادي: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. عند دخول الجيش إلى مكة قال: من دخل المسجد فهو آمن، المسجد الحرام، ومن أغلق عليه باب بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وتكرر هذا منه في المدينة المنورة، لما حاول أحد زعماء اليهود اسمه لبيد بن الأعصم، هذا لبيد بن الأعصم من زعماء اليهود، كان حاقدا على رسول الله، وعمل شيء من السحر، حاول به أن يسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانزل الله سورة: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فلما قبض عليه ومعه أدوات السحر، يعني أخذ السحر الذي كان كتبه من مكانه من البير الذي ألقاه فيه، جاء به مقيدا أمام الرسول، خلاص ممكن يقتله، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه: يا رسول الله، تركته وقد حاول أن يقتلك، هذا خان العهد الذي بيننا وبينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد لم يمكنه الله تعالى مني، خلصني الله تعالى وأنزل علي المعوذتين، كفاني إياه. أكثر من هذا، المرأة التي حاولت أن تسمم النبي صلى الله عليه وسلم، اليهودية أهدت للنبي شامة شوية ووضعت السم في الذراع الذي يحب النبي أكله، في الذراع في الكتف، فوضعت السم، فلما أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه لقمة شعر بشيء، وقال: إن هذه الذراع أو الكتف تخاطبني تقول أنها مسمومة. فأمسكوا بها، قالوا: لما سممت رسول الله؟ قالت: يا رسول الله، قلت: إن كنت نبيا فسيعلمك الله، وإن كنت كذابا سيريحنا الله منك. شوفوا العذر الأقبح من الذنب. قالوا: نقتلها؟ قال: لا تقتلوها. فعفى عنها صلى الله عليه وسلم. قيل أن أحد الصحابة مات مسموما فاقتص بعد ذلك منها بسبب موته، لكن النبي في لحظته عفى عنها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. علمنا رسول الله ذلك فيما هو أشد من هذا الأمر، في التعامل مع عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين، الذي ما ترك حيلة إلا وحاول فيها إيذاء رسول الله، الذي ما ترك موقف إلا وحاول فيه أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يقولون لنا أن الوقت قد أدرك، إن شاء الله تعالى يأتي الحديث عن ذلك في الحلقة القادمة، وربما يأخذنا ذلك إلى التعامل مع من ابتلي بشيء في نفسه، هذا ابتلي بالنفاق، آخر ابتلي بمرض لا يد له فيه، وآخر ابتلي بكذا، وآخر ابتلي بكذا، كيف نتعامل مع من ابتلي؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب. اللهم ارزقنا كمال العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، واذهب عنا وحر القلوب والنفوس حتى لا نحمل على إنسان غلا ولا حقدا ولا كراهية. اللهم اجعل قلوبنا طاهرة مطهرة، سلل ما فيها من سخيمة، واجعلنا يا مولانا من أصحاب القلوب السليمة الذين إذا نظرت إليهم رأيت طهرا يرضيك عنهم، يا حي يا قيوم،
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.